ولابد من توضيح قليل يعني عن القصيدة وما يحيط بها من خلال قراءتي المتعمقة لسورة يوسف. اكتشفت بأنه البطولة في هذه السورة هي للقمصان، وبأن القمصان لها دور أساسي في صياغة الجمال اليوسفي الذي ينتقل من مشقة إلى مشقة ومن بئر إلى بئر. أول قميص أنا وياك نتذكره، القميص الأول هو الذي سبقه إخوة يوسف بدم كاذب ورموه في البئر وادعوا أنه أكلوا الذئب. هذا القميص سميته قميص التجربة. القميص الثاني هو الذي مزقته زليخة من الخلف الذي قد من دبر في أثناء مراودتها ليوسف وانكشاف أمرها بفعل القميص، وسميته قميص الشهوة، هي التجربة الامتحان الثاني. والقميص الثالث واللي يمكن الأقل شهرة هو الذي أرسله يوسف مع إخوته حين كان في مصر إلى أبيه، وكان يعقوب أعمى فلما شم القميص عرف به رائحة ابنه وكان أعمى فأبصر، سميته قميص الرؤيا. سأقرأ في الختام مقطعين أو قميصين من ثلاثة لأنه القميص الثالث بالغسيل. قميص التجربة. قبرات الحقول، تقافز قلب الثعالب حول الينابيع، نوم النمال الطويل على طرقات الشتاء، عراق المجرات من أجل نجم تغازله الشمس من خلف ظهر الفلك، كلها الآن تسجد لك، كلها الآن تجثو على قدميك الإلهيتين ميممة شطر أهدابك السود، مسرعة كي تقبل ثغر الهلال الذي قبلك، ولكن سرك في أن تكون جديرا بسحرك، في أن تخط المياه التي سكنتها الشياطين كي تستعيد البراءة أو تستعيد بجذع اختيارك من حاسد حسدك، وسرك في أن تعود إلى نقطة الصفر كيما ترى جسدك نظيفا كجوهرة في العراء، وكيما تخلص نرجسك المتوجس من نفسه. لا تصدق جمالك، صدق ظلالك فوق الجدار، وغص نحو وحل الحقيقة كيما تجدد ما قوض الطين فيك، فهذا الزمان الذي برأ الذئب من شبهة الدم فوق قميصك ليس زمانك، وهذا الحصان الذي لم تخن برقه المترددة خانك، وإخوتك اتحدوا مع قميصك ضد دموع أبيك، فلا تتعلق بدلو الأمان الذي انتحلوه لكي يخدعوك، توقع حبيلهم وابتكر من خيوط الهلاك حبالك، دع قميصك للذئب كي تنتهي عاريا مثل ما كنت، واهبط إلى آخر البئر كي تستحق جمالك. القميص الثاني قميص الشهوة. حين عدت من البئر، مش أنا يعني سيز علي عجمي ضمير يعود بيوسف، ها؟ تسلم. حين عدت من البئر أحسست أني أعود غريبا كمن مسه من نسيم الألوهة برق خفيف، يباعدني عن يدي ملاكان لا يبصران سوى شبحي فيهما، وتسبح صحراء من خجل في عروقي، ولكنني منذ أبصرتها ضاق صدري بي، فأسلمت خوف أبي للذئاب ولحيته للرياح، وأحسست أني سوايا وقد راح يركض في خرز الظهر ماء كفيف. وإذ راودتني زليخة عن جنتي شفتيها انشطرت
وراح الملاكان يقتتلان على كتفي الثقيلين، فيما براكين حمراء كانت تمزق أقفالها وتهرول تحت ثيابي، وما بين كفي جمر يطوف كأن دمي ملعب للوساوس، بعضي يحارب بعضي وتشهرني ضد نفس السيوف. ليس بيني وبين زليخة إلا قميصان من عفة وتشهن، كأن الصراع المؤبد ما بين إبليس والله قد ضاق حتى غدا بحدود القميصين. أيهما الآن أختار؟ عدت من لجة البئر كي لا أعود إلى البئر ثانية، غير أن فحيح الأنوثة يشتد حول خناقي وجسمي ضعيف. كان لابد أن ينقذ الله صورته في، فلما هممت وهمت تدلت مراياه من خشب السقف، حتى حسبت بأني أعانق نفسي وأن زليخة ليست سوى صرخة الإثم في داخلي، فاستدرت إلى الخلف أعدو وراء جمالي ويعدو ورائي نباح الدماء المخيف. رجاءً نتمنى لدقائق فقط لنشاهد تكريم الشاعر الكبير شوقي، ونبدأ بسعادة قنصل لبنان الأستاذة سوزان ياسين.